جزاكم الله خيرا. بمناسبة ذكر باب الأسماء والصفات، يقول بعض الناس بأنه يجب على الدعاة إلى الله ألا يتحدثوا في هذا الباب أمام عامة الناس وغوغائهم، لأن الخوض في هذا يؤدي إلى وقوع الشك في نفوسهم، فما هو مدى صحة هذا الكلام؟ نعم، أولا نقول يا هؤلاء تحدثوا أنتم أمام العامة بخير من هذا الكلام، تحدثوا أنتم بخير من هذا الكلام، فإذا كان لا يعجبكم هذا الكلام فواجبكم أن تتحدثوا بما يعجبكم من غير هذا الكلام، وإذ لم تفعلوا ولن تفعلوا فستسمعوا ما لا يرضيكم، وهذا الذي لا يرضيكم المهم أنه يرضي ربكم، وهذا هو الذي وصلنا من علم السلف وردين الله به. والعامة كما قلنا لكم آنفا هم على الفطرة، إذا قيل لهم لا فوق لا تحت استنكرته قلوبهم، لكن إذا قيل لهم الله فوق المخلوقات كلها وليس فوقه أي مخلوق، فهذا هو الذي يلتقي مع الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. نعم، باقي معنا دقيقة ودقيقتين بس. نعم، جبنا سؤال على قدر.